بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة ومهنيين بإذن الله. اليوم جيتكم بفيديو جديد، وصفة مختلفة. جيتكم بشوكولا فاخسي ولا شوكولا سيربريز كيما اللي تتباع برا، ومقادير متوفرة في كل بيت والنتيجة رائعة. انا عندي هنايا شوكولا مذوبه، زدت عليها شوكولا كنت مقطعتها باش نديرو لو تومبيراتور، لا لا تومبيراتور تاع الشوكولا عفوا، باش نتحصلوا على شوكولا تومبيري. نقلط مليح الشوكولا تاعي هنا. اذا كانت عندكم شوكولا من نوعيه جيده من الافضل، اذا كانت عندكم هذيك شوكولا لا باتا غلاس ولا لا كاليتي تاعها ماشي شابه، نقدروا نرجعوها دو بون موديل ودي بون كاليتي، نديرو عليها نزيدو نضيفو لها فقط علبة تاع شوكولا امباسادور، راح تعطيكم واحد الذوق الله يبارك. فوالا عندي هنايا شوكولا نواغ وشوكولا بلون، ذوبتهم وجبت المول تاعي باش راح ندير فيه المول تاع سيليكون، راح ندير فيه الوصفة تاعي الاولى او النوع الاول. هنا عندي نواد كوكو وذوبت معاه شوكولا بلون، وراح نخلطو كيما تقدروا ديروا مع النيسلي، مي انا حبيت نبقى في التام تاع الشوكولا. فوالا هنا كتروا شويه شوكولا بزياده كيما على بالكم لانوات كوكو تاعنا تشرب. فوالا نخلطها مليح ونخليها بجهه، ونجي نعمر ليمول تاعي تاع السيليكون، نعمرو بشيكولا. هاد الشيكولا النوع الاول بذوق شوكولا بونتي، هذيك اللي تتباع كيما تاع برا، الذوق يجي تاعها الذوق يجي الذوق تاعها عفوا سمحوا لي اليوم راني ملخبطه شويه، الذوق تاعها عفوا يجينا كيما تاع اللي تتباع تقريبا. فوالا نوعيه هذه جيده خاليه من المواد الحافظه، مخدومه في الدار نعرفوها، اون بليس ما تستقاملناش بزاف كيما الاخرى كيما اللي تتباع، وبلا ما نشقى وبلا ما نشروها بلا ما نخسروا دراهمنا، نعرف ولادنا واش راهم ياكلوا. فوالا ونفرحوا وليداتنا. انا عمرت المول تاعي مليح، ومن بعد نعاود نفرغو نحي كامل هذاك الزايد، وهاد الشوكولا اللي راهي في درتها فوق البابي كويسون دوك كامل نعاود نخدم بها. تقدروا تخلوها تبرد وتخدموا بها، سينو اذا ما عندكمش الوقت كيما راهي تعاودوا ترفدوها وديروها في الكسرونه تاعكم ولا في الباماغي وتعاودوا تذوبوها. انا نقي المول تاعي مليح من هذوك ليكسي تاع الشوكولا الزايد، ونشوف فين عندي الحواف ما درت ما توشتهمش الشوكولا نسقمهم. فوالا اني هذه الشوكولا اللي قلت لكم عليها هاني تخلصت منها وعاودت كامل ريسيكليتها. هاي بعد ما بردت لي نجي نعمر لهنايا الفراغات هادو، كنعمرهم بخليط نواد كوكو وشوكولا بلون. نتقدروا ديروا لها شويه حليب، اذا شفتوا شوكولا تاعكم نشفت لكم بزاف تقدروا ديروا لها شويه حليب ولا كريم فخاش. وانا نعمر كامل ليمول وندير هذه العمليه بالموس باش نحي كامل هذوك ليكسي اللي راهم، نحي كاع الزايد تاع الكريمه باش ندير طبقه تاع الشوكولا، وندير طبقه رقيقه تاع الشوكولا ما نكثرش باش ما تجيناش حلوه بزاف وتقهر. فوالا بنفس الطريقه، هذه طريقه سهله وعمليه سي بلي براتيك وخدمه نقيه. هنا كي تنحي هذوك الحواف وتنحي هذوك الزايد تخرج لك الحبه تاعك صافيه وشابه، تجيك خدمه نقيه. هنا اذا شفتوا شوكولا تاعكم عيانه ولا كل لا كاليتي تاعها ماشي مليحه تقدروا تزيدوا لها شويه زيت باش تبريه لكم، سينو تخليوها كيما خليتها انا. انا شوكولا تاعي دلا بون كاليتي دونك ما درت لهاش الزيت، ودوك تشوفوها مع الاخر تبريه وحدها. هنا في هذه المرحله لازم تكونوا خفاف باسكو الشوكولا تاعي ماهيش سخونه بزاف، والمول راهو بارد واللي راهم في المول الشوكولا اللي راهي في المول بارده دونك تم تنشف لكم وتبرد، لازم تكونوا خفاف في هذه المرحله باش ما تغلبكمش الشوكولا وتبرد. وعلى كيما راكم تشوفوا نقي كامل الزايد هالا، ونفيني نقدم الحبه تاعي مفينيه تجيكم كيما تاع لي بروفيسيونيل.
نحط المول تاعي بعد ما نكملو نحطه في الفريجيدر، من الاحسن كيما قلت لكم ما نحطوش في الثلاجه، في الكونجيلاتور عفوا، باش ما تكسرليش الشيكولا تاعي. هنا نجيب دوزيام موديل، جبت المول هنا اللي مول نتوما واش عندكم واش متوفر في الدار. جبت انا شوكولا بلون وفرغتها في لي مول بنفس الطريقه بنفس العمليه، ونفرغ مليح نشبع وندير كميه لاباس بها تاع شوكولا، من بعد نعاود نقطرها. الزايده هذه كامل دوك تروح لنا. نعاود نقلب المول تاعي، نخبطو كيما راكم تشوفوا باش يروحوا لي كامل هذوك لي بولدغ اللي راهم لداخل، ونزيد نخبطو باش نحي كامل لي كسي كيما راكم تشوفوا، ونزيد نعاود ننقي المول تاعي بنفس الطريقه اللي خدمناها في الاول. مفيني نخدم الحبه تاعي مفينيه، وهاد الشوكولا اللي راهي في البابي كويسون نخليوها تبرد تشد روحها شويه، ونعاودو نذوبوها نخدمو بها. فوالا عامليك المول تاعنا كيفاش درنا له. هنا وين تشوفوا مال توشات الشيكولا وما لحقتش كامل نوصلوها، نطلو كامل المول مليح ما نخلوش فراغات باش ما يتكسرناش، وعمرت بالحلقومه. هنا من جهه اخرى راني نخدم في الكاناش، عندي شوكولا ذوبتها ما ذوبتهاش عفوا، سخنت مليح لا كريم فخاش وفرغتها على الشيكولا حتى ذابت لي، ونخلط مليح. فوالا نجي نعمر الليمول تاعي فوق هذيك الحبه تاع الحلقومه اللي درتها، نروح ندير الكاناش تاعي نديه للثلاجه يشد روحو شويه، ونزيد ندير عليه شوكولا بلون ونغلقو بنفس الطريقه اللي خدمنا بها لي سيجار الواله تاع البونتي. هنا التروازيام ميثود كيما راكم تشوفوا، هاد لا ميثود سي بلو براتيك، تجيكم عمليه اكثر. ندير الشوكولا نوزعها في المول كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نجي راح ندير هذاك الحشوه اللي بقات لي تاع البونتي. هنا بقات لي شويه كاناش، بقات لي شويه بونتي، وبقات لي شويه حلقومه، دونك راح نسيي ندير ثلاثه انواع واحد اخرين. فوالا كيما راكم تشوفوا عمرتها هنايا شوكولا بلون، درت لها الحلقومه، ونزيد ندير هنايا شوكولا تاعي نوار، ونزيد نعمرها بهذاك البونتي اللي بقى لي، يجيني بق نفس الذوق ولكن شكل واحد اخر. فوالا نكمل كامل بنفس الطريقه. هنا ما تكتروش باش ما تفيد لكمش الشيكولا من الفوق وتخرج لكم الحبه متحوفه. تقدروا ديروا شويه شوكولا بلون شويه شوكولا نواغ، تعطيكم ان شوكولا اولي تجيكم لا كولور تاعها كلاغ على الشوكولا نواغ. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هاي ليكم النتيجه اللي تحصلنا عليها. انا فرحتني بزاف هاد النتيجه، وفرحت ناس داري، فرحت لي وليداتي عجبتهم كيما راكم تشوفوا، خرجت لنا شابه. شوفوا راكم راكم تشوفوا، احكموا بعينيكم. فوالا نقسم لكم لهنايا باش تشوفوها كيفاش جاتنا من الداخل. فوالا جاتني هذه الدوق تاعها بنين، اكثر حاجه عجبتني تعجبتني تاع نوات كوكو، ماشي حلوه بزاف وبنينه. هنا العشاق نوات كوكو نقول لكم جربوها، ما تستهزاوش بهذه الوصفه راح تجيكم تهبل. فوالا هذه فيها الحلقومه وفيها الكاناش اللي خدمناه مع بعض، شوفوا كيفاش راح تجيكم. وخرجت لي عجبني الشكل تاعها، خرجت لي شوكولا نواغ، هذه كتبان طبقه رقيقه تاع شوكولا بلون بينت الشوكولا نواغ بينت الكاناش، عطاتها شكل المغربي جات هايله. وهاوليك هذيك البونتي اللي عندنا عمرناها كيما لي سيجار. فوالا كيما راكم تشوفوا هايليك الشوكولا تاعنا بلون اللي درنا لها الحلقومه. فوالا نقسم لكم باش تشوفوا معايا كامل النتيجه اللي تحصلنا عليها. شوفوا الشكل تاعها يجي هايل، وذوقها تاني يجي شباب سيرمون دراري راح يفرحوا بها وتعجبهم. كانت هذه هي النتيجه تاعنا لنهار اليوم اللي تحصلنا عليها، وهذه هي وصفتنا. ان شاء الله تكون عجبتكم وتبارطاجيو الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي جام، اذا ماشي مشتركين اشتركوا لي في القناه وفعلوا لنا الجرس باش يوصلكم كل جديد. سلام.